السلام عليكم ومرحبا بكم. خرجنا اليوم وجينا للحبوس حيت القرايه راه على الابواب، وجينا باش نسولوا الباعه ديال المكتبات على التغييرات اللي كاينين على مستوى لي بري ديال الكراسات، وحتى تغييرات على مستوى الكراسات. واش ولاو موحدين على المغرب كامل ولا غيكون تغيير على ما بين البريفي والدوله؟ دونك الدخول المدرسي، واش الناس ديجا ولاو كيجيو؟ زعما كاين الاقبال على الكتب المدرسيه ولا مازال؟ يعني طبيعة الحال الاقبال على الكتب المدرسيه كل عام هذه الفتره، هذه الفتره ديال الدخول المدرسي، يعني اما في الاواخر ديال شهر 8 حتى الدخول المدرسي اللي تيكون في لو ديبي ديال لو موناف، يعني كل عام طبيعه الحال ضروري غيكون اقبال، كيجيو الاباء كيقتنيو، كيكون واحد الخلل ديال يعني الكتب اللي كتكون مفقوده، يعني كتكون دور النشر باقي ما طبعوش الكتب اللي ما جاوش في الوقت ديالهم. التغييرات اللي كاينه دابا حاليا، وهو كان هذه ليبوك في الاول كان توحيد كتاب، كان كتاب واحد يعني كيقراو فيه على الصعيد المغربي كتاب واحد موحد، كان دابا حاليا ولاو دور النشر ديال دور النشر كيطبعوا، يعني كان يعني بالنسبه للغه العربيه هناك مثلا اربعه ديال الاصناف ديال الكتب المفيده كامثله، دابا ان شاء الله غيرجع كتاب واحد موحد عاوتاني على الصعيد المغربي، مي ابتداء ان شاء الله من هذا العام يعني عام على عام حتى غي ان شاء الله يكتسح في المملكه المغربيه كامله حاليا. وان يعني الدخول المدرسي كطبيعه الحال كل عام ضروري الاباء تيكونوا في هذا الموعد، هذا هو الموعد ديال اقتناء الادوات للابناء ديالهم. وكاين كيف قلت لي هنا تغيير على مستوى الكراسات ديال التلميذ في اللغه العربيه ولا زعما ما بقاوش بزاف؟ لا، هو ان بحال دابا مثلا كراسات اللغه العربيه مشو دابا مثلا القسم الاول دابا ابتدائي مثلا اللغه العربيه، يعني فيها عده كتب، مثلا فيها اربعه ديال الاصناف ولا ثلاثه ديال الكتب، يعني مثلا مفيد في رحاب، يعني عده كتب. دابا غيرجع كتاب واحد يعني كيتقرا يعني للصعيد المغربي كامل، يعني كتاب واحد موحد ما يبقاوش عده كتب، يعني بصفه عامه غتكون لي ماكسيموم اربعه ديال دور النشر هما اللي خدامين على الصعيد الوطني، هما اللي خدامين الكتب ديالها، يعني وليت واحد الكتاب كتاب واحد. وبالنسبه للاثمنه ديال الكتب واش بقات كما هي ولا تزادات؟ تقريبا الاثمنه كاين تغيير ولكن ما كاينش، ولكن كاين واحد زياده ديال درهم ونص في الكتب ديال الدوله، يعني الكتب الحكوميه، اما بالنسبه للكتب البريفي كاين تقريبا كاين زيد ما بين 10 دراهم 5 دراهم، هذوك الكتب اللي امبورتي يعني كيبقاو كتب ديال البريفي، اما بالنسبه ديال الدوله كاين واحد 2 دراهم 3 دراهم بحال هكا. اكزاكتومون. شكرا. مرحبا.